نادي الاهلي بيلعب باسم مصر، النادي الاهلي بيلعب في افضل بطوله على الصعيد القاري بالنسبه للانديه، طول دوري ابطال افريقيا تشامبيونز ليج، هي افضل بطوله على مستوى القاره مره ثانيه هقول لحضراتكم، وبعد كاس الامم الافريقيه. لماذا هذه الشائعه؟ جو بدل كنت برضو بقول لحضراتكم، ناس بتشتغل على الانتخابات وسايبه فرقه الكوره، ناس بتشتغل وتدي ساعه ونص وساعتين للانتخابات وتدي خمس دقائق لفرقه كوره بتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا. البطوله بالنسبه للجمهور افضل من اي شيء، نادي الاهلي وجمهوره اللي شفناه، جمهور النادي الاهلي العظيم الصراحه، الواحد مش عارف يتكلم يقول ايه على جمهور النادي الاهلي، الواحد بيتعلم من جمهور النادي الاهلي يعني ايه حب ويعني ايه انتماء، يعني ايه ازاي اعازر فرقتي لاخر نفس. هدف الوداد احرزه اللاعب بن شرقيه، وقلنا ان الجبهه اليمنى لفريق الوداد هي الافضل، ولم يسجلوا الا من عرضيات عن الجبهه اليمنى وسجلوا الهدف، وفي خطا دفاعي يتكرر في دفاعات النادي الاهلي ويجب عليهم الحذر، سعد سمير يجب ان يحذر من الكرات العرضيه، خاصة ان مش اول هدف يجي مرمانا بهذا الشكل، ولكن يبدو اني غير ما يحدث في الملعب في شائعات، يعني حد يتحدث عن مدير فني ذاهب لنهائي دوري ابطال افريقيا بيقود فريق بيمثل الكره المصريه، مش بس بيمثل نفسه، النادي الاهلي عنده قاعده جماهيريه كبيره بسم الله ما شاء الله، ولكن بيمثل الكره المصريه ككل، الفريق الاوحد اللي بيلعب في دوري ابطال افريقيا يصل الى النهائي، وتلاقي اشاعات لوفاه بنته. مفيش اي حد في العالم لو جبت حتى تمثال وسمع هذه الشائعه اكيد هيتاثر. ده كل هذه امور غريبه وغير منطقيه، وابرزها لماذا يتم انتقاء هذا الحكم؟ لماذا في هذا التوقيت يطلع الشائعات؟ ليه الناس اللي حابه ان النادي الاهلي يبعد عن البطوله؟ ليه النادي الاهلي قادر على ان هو يسعد جماهيره؟ ادي الحكم امامكم بطل مشهد اللقاء، صراحه هو خطف كل الانظار من كل الناس، كلها شايفه النادي الاهلي كان مسيطر، النادي الاهلي اضاع العديد من الفرص وسوء التوفيق، شفنا كره حتى ازاره في بدايه اللقاء، كان من الممكن انها تغير مسار المباراه تماما، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن في ايجابيات كثيره جدا غير السلبيات اللي انا قلتها لحضراتكم، في ايجابيات كتيره جدا. النادي الاهلي كان يصل الى مرمى الوداد، وده مؤشر جيد. النادي الاهلي استحوذ كثيرا وكان بيحاول الاختراق كثيرا، وده شيء ايجابي جدا. حتى التبديلات كانت لها دور فعال، سواء بنزول حمودي او بنزول عماد متعب. وليد سليمان وسوء التوفيق اللي بقول لحضراتكم، ان انا لاعب بقيمه وليد سليمان، واحد من اللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق، ولكن سبحان الله يصاب في بعد نزوله مفيش يعني 10 دقائق ويتم اصابته ويتم استبداله من جديد. كل هذه العوامل كانت ضد النادي الاهلي. النادي الاهلي كان يلعب ضد الحكم، كان يلعب ضد فريق الوداد القوي، اللي قلت لحضراتكم وكررتها كثيرا، ويمكن قلت لحضراتكم في بدايه استاد الاهلي، هذه المباراه على شوطين، شوط في القاهره وشوط في ملعب الملك محمد السادس في المغرب، وكل ده لازم حضراتكم تحطوه في اطار ان هذه المباراه على شوطين، كررتها كتير وقلت لحضراتكم ما تملوش من هذه الجمله، لان الكابتن حسام البدري كررها كثيرا في مؤتمره الصحفي وكررها كثيرا في تصريحاته، ان المباراه دائما على شوطين، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ادي النادي الاهلي يواجه حكم لا نعلم لماذا يتم اختياره، يواجه فريق الوداد المغربي بالطريقه الايطاليه لحسين عمتة. على فكره الوداد لم يذهب كثيرا الى مرمى النادي الاهلي، ولكن حينما ذهب سجل، وده كان الوداد موفقا في هذا اللقاء. ولكن مره ثانيه بنشكر كل الجمهور الاهلاويه اللي بجد، اللي وقفت في ملعب برج العرب، اللي سندت النادي الاهلي لاخر دقيقه حتى بعد ما انتهى اللقاء. شوفوا نداء جمهور النادي الاهلي على لعيبته، تعرف يعني ايه معنى جمهور النادي الاهلي، يعني ايه اعظم جمهور في العالم، يعني ايه اعظم جمهور بيشجع اعظم نادي في الكون نادي الاهلي. علمنا ان مفيش مستحيل، وان شاء الله يكون قادر على العوده مره ثانيه في المغرب واعطاء درس للجميع في قد ايه ان مفيش مستحيل، الكفاح والرجوله وروح الفانلة الحمراء شيء لا نفقده ابدا، محتاجين هذا الشعار مره ثانيه في ملعب محمد الخامس في المغرب. واتمنى من وسائل الاعلام بدل ما تبتدي تتحدث على الانتخابات، الان واجب علينا الكل يجب ان يلتف حول شعار النادي الاهلي، النادي الاهلي يمثل الكره المصريه، يمثل اكثر من 100 مليون مصري بيحتاج الى الفوز بدوري ابطال افريقيا، مش بس عشان النادي الاهلي، عشان مصر كلها. جمهور النادي الاهلي لا يرضى الا بمهر السيده السمراء وهي
عرش القارة الإفريقية. التاسعة بإذن الله تكون للنادي الأهلي وكل الجمهور العظيم اللي كان موجود، بنشكره مرة تانية، وأرجو من الجميع أن يلتف حول شعار الأهلي فوق الجميع، وإن شاء الله دائما وأبدا الأهلي فوق الجميع. ولكل مروج الإشاعات ولكل من هو الآن سعيد بما حدث، الأهلي قادر على التعويض بإذن الله. في المغرب أطلع فاصل واستقبل ضيفي الكبير الناقد الرياضي الأستاذ خالد العشري.